الساعة 1 بالليل، والآن تبدأ السهرة. لا يا اخويا تصبح على خير او على اي شيء وانا سيبني على في حالي. امال انا مش هنام الان، انام متى؟ والله فضل دكتور، الناس تريد الخير في رمضان، ولكن هناك من شياطين الانس من يجرونهم جرا الى يريد الذين يتبعون الشهوات ان نميل ميلا عظيما. ماذا يقولون لله يوم القيامه؟ كلنا سوف نتعلق في رقابهم يوم القيامه، كلنا. لا، ما في واحد منا الا ما يتعلق في رقبه هؤلاء، نسال الله ان يهديهم. فانت بالليل، ايه فائده قيام الليل؟ اولا ابو الحسن الشاذلي لما شافه تلميذه في الرؤيا قال كيف الحال يا امام؟ قال له طاحت تلك الاشارات وضاعت تلك العبارات. امام مين يا عم؟ انا مش ده امام ولا غيره. والله ما نفعنا الا رقيعات صليناها في جوف الليل والناس نياه. الله، هذا الامام الذي قدم الكثير. رقيعات قيام الليل. بحثنا عن ضياء القبور ما وجدناها الا في قيام الليل. سبحان الله. وبعدين في نقطه، انت تقوم بالليل، اهل الملأ الاعلى سكان السماوات من الملائكة يتراءون البيوت التي تقوم الليل كما نتراءى نحن الكواكب الدرية الغابرة في الافق. الله. منورة. يبقى منورة. البيت حواليه 10 بيوت ظلام وهو بيته ايه؟ منور. وضع. طيب جه يوم مرض ايمن او سافر، نعم، او في ورطة، او زوجته او الى اخره، تفتقده الملائكة فيسأل بعضهم بعضا أين فلان؟ بيته ظلم ليه؟ فيقولون إنه مريضا. تدعو له سكان الملأ الأعلى، اللهم اشفيه، اللهم فرج كربه، اللهم يسر أمره. الله. الله. إيه الرصيد العظمة ده؟ مش لما له صحاب يسألون عليهم، مش له أهل سبحان الله. نعم. لما قيادوا الخليل وخلاص المنجنيق يتحرك، وخلاص هيلقى، ضجت ملائكة السماء، يا رب خليلك سيلقى في النار، انزل يا جبريل فورا اساله الك حاجه؟ قال منك فلا. قال من الله؟ قال من الله فبلى. قال اساله؟ قال علمه بحال يغنيه عن سؤاله. ده رصيد كبير، ده رصيد شغله ثانيه، ده الخليل ده قصه اخرى. اول ما يعملوا القرعه في السفينه تقع على يونس، القرعه تقع على قالوا خلاص امسك يونس القوه، هو بيلقوه الحوت فتح فمه، تعالى ايها الحوت ارسلتك حافظا ليونس ولم ارسل يونس لك طعاما. خلاص خلاص. اول ما دخل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قالت الملائكة يا ربنا صوت معروف في مكان غريب. يبقى يونس له ايه؟ له رصيد عند الله. رصيد عند مين؟ عند سبحان الله العظيم. فانت هذا الرصيد الذي يصنع بالليل. وبعدين ايه؟ تنظر في وجوه، انت لما تقرا الوجوه او في ناس لها قراءه في الوجوه، لما تنظر في الوجه كده تقول الله يخلينا الشيخ رحمه الله عليه ينظر كده يقول الولد ده لم يقم الليل، هذا الولد قام الليل. فراسه المؤمن. فراسه المؤمن يور عليه وجهه هاله من النور. الحسن البصري كان اسمر قريب الى السواد، قال عليه بهاء ونور كده. قال يا بصري عهدناك ادم البشره، ما هذا الخير والنور العظيم؟ ونحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. الله. انا عايز رمضان يستغل فرصه ان نستمر احد عشر شهرا نقوم الليل. عطاء بن رباح كان هو وزوجته وامه بعدين في بيت واحد، فهو امه تقوم اول الليل وتصحي زوجته، تقوم الثلث الليل، زوجته تصح توقظ عطاء يقوم الليل، البيت يظل منير طول الليل. امه ماتت. قال لام قال لزوجته ايه؟ نقسم الليل نصفين. الله. فلما ماتت زوجته ظل عطاء 20 عاما يقوم الليل كله كي لا ينطفئ النور في بيت عطاء. الله رحم الله رحم الله. عطاء ده لما راح يحج وبعدين افاضوا من عرفات قالوا يا امام المسلمين يا عطاء كبير التابعين حسن البصري وسعيد بن المسيب وابن سيري العظمه دي كلها، فيا ريت اولادنا يعرفوا عنهم شيء. فيا امام هل قبل الله حجنا؟ قال والله كان عندي من اليقين ان الله قبل حجكم لولا ان فيكم عطاء. تحدث عن نفسه. لولا ان عطاء بس وصلك هو ده اللي مش كويس، هو ده يمكن يطير الحج منكم. لا اله الا الله. الله. سبحان الله. فقيام الليل بيعطيك هذا الايه. وبعدين ايه؟ قيام الليل فيه لا رياء ولا سبحان. كان الصحابي يخادع زوجته بالليل كما تخادع الام صبيها فيقوم ليصلي لا يشعر به الا رب العباد عز وجل.
الله. والزوجة تأتي زوجها بالليل تقول له لك حاجة جزاك الله خير، أتأذن لي أن أقوم لربي الليلة؟ مين يلاقي زوجة بالشكل ده؟ تقول له أستأذنك أن أقوم للبيت فيه نور بالليل. سبحان الله والحمد لله، أنا أعلم كثيرات بفضل الله عز وجل في البيوت، وكثيرين بفضل الله من قوام الليل هم دول النازلين الرحمة علينا. سبحان الله حضرت دكتور، يعني حين يرزق الله أحدا بقيام الليل ويسهر إلى الفجر وهو يقوم الليل لا يشعر بنفس التعب الذي كان يعانيه إذا كان شاهرا أمام التلفاز. في شوف في طاقتين، حتى علماء الطب يقولوا في طاقة إيجابية وطاقة سلبية. نعم. وأنت تأخذ طاقة إيجابية، طاقة نورانية. هو هو يعني هو سبحانه وتعالى إنه أضحك وأبكى، انه امات واحيا. نعم. مين اللي يحيي موات القلوب؟ الله. الله بايه؟ بمادة القلوب. مادة القلوب ايه؟ من ضمنها قيام الليل. نعم. قيام الليل سبحان الله على ايه؟ اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، مش كده قال تدخل الجنة بالسلام؟ هي كده سبحان الله. نعم. ماذا تحب يا ابا بكر؟ قال احب ثلاثا يا رسول الله، ما هي؟ قال احب انفاق مالي عليك والجلوس بين يديك وادامة النظر اليك. الله. وأنت يا عمر؟ قال وأنا ثلاث يا رسول الله، أنا أيضا أحب الحق وقول الحق والنهي عن المنكر. وأنت يا عثمان؟ قال أحب إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. وأنت يا علي؟ أنا أحب إكرام الضيف والصوم في الصيف وقتل العدو بالسيف. وأنت يا أبا ذر؟ قال أنا أحب أشياء غريبة. قال ما هي؟ قال أحب الجوع وأحب المرض وأحب الموت. قال لا احد يحب هذا يا ابا ذر. قال يا رسول الله انا ان جعت رق قلبي واذا مرضت خف ذنبي واذا مت لقيت ربي. الله الله. يبقى هؤلاء العظماء لما ندرس هذا الفكر كيف ان واحد يحب الجلوس بين يديه وانفاق مال عليه والنظر اليه، وعمر يحب الحق وعلي يحب اكرام الضيف وعثمان يحب الصلاه بالليل وابو ذر يفلسف الموت والمرض والجوع الى فلسفه عجيبه. هؤلاء كانوا في الصلاة كيف كانوا؟ كان الحمام الحرم يضع على رأسه على ظهر ابن عمر ظنا منه أنه جدار، لأن فين الحمام طف مرة والثانية وجد شيء ثابت نزل عليه. نحن الحمام لا أكثر من مسجد ولا الذباب حتى ولا النحل سبحان الله، نحن مهفة سبحان الله. فالقضية أن سبحان الله قيام الليل ده يعطينا إيه كمان؟ رقة قلب ويعود. وبعدين انا عايز ادي برنامج عملي برضه عشان ما اكونش خيالي، لان احنا مش مره واحده من لا صلاه الى قيام ليل، انا بس عشان نكون واقعيين. اعمل الاول ايه ده كلام اللي بعد رمضان ان شاء الله. ان شاء الله يعني باذن الله، يعني رمضان ده اندفاع او انطلاق ان شاء الله. قبل الفجر مثلا، الفجر على مثلا نقول مثلا في اي بلد اربع مثلا الرابع اي يعني ثلاثة ونصف واستيقظ نصف ساعه، نصف ساعة قراءة قرآن ونصف ساعة صلاة. بعد خمسة ستة أشهر أخليهم 45 دقيقة، ربع ساعة قرآن ربع ساعة صلاة ربع ساعة إيه ذكر وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد سنة أخليها ساعة 20 دقيقة 20 دقيقة 20 دقيقة. شوي شوي أتعود، شوي شوي أتعود على قلة النوم، أتعود على قلة الطعام، أتعود على ذكر الله، أجد نفسي دون أن أدري خاشعا في صلاتي. كل ده يؤدي الخشوع في الصلاة. أما تيجي خشوع في الصلاة كده من المسلسل للخشوع، السلام عليكم، لا يمكن. لا لا. كما اتفقنا أنه مشروع يجب الإعداد له والتنفيذ والتخطيط نعم. فضل الدكتور والله أمتعتنا في الحلقتين السابقتين وطول الشهر طبعا ما شاء الله، وكل عطاءاتك يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن نتقبلها منك ومن أجعلها في ميزان حسناتك بإذن الله تعالى، وندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون من الخاشعين. آمين يا رب بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا من الخاشعين في الصلاة آناء الليل وأطراف النهار أكرم الأكرمين. تقبل منا صالح أعمالنا، اللهم تقبلنا واقبلنا في عبادك الصالحين. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. ألطف بنا فيما جرت به المقادير، سد الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، تب علينا جميعا يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك
المقتدر. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. جزاكم الله خيرا فضيله الدكتور، وجزاكم الله خيرا اخواتي اخواتي المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات. الى ان نلتقي نستودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.